بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بداية محاضرات التفاضل والتكامل، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعض العناوين الرئيسية مقدمة للتفاضل والتكامل. هنعرف يعني إيه function أو الدالة، ثم هنتكلم على الارجومنت بتاعه الفانكشن، او بنتكلم على الانبوت بارامتر بتاعه الفانكشن، ثم هنتكلم على بعض ريليشن، وهل الريليشن دي يجوز ان نطلق عليها فانكشن ولا لا، زي ال1 تو ميني والميني تو 1 وال1 تو 1. ثم هنتكلم على نوع من الدوال اسمه البارامتريك فانكشن، بارامتريك فانكشن. ثم هنتكلم على الكومبوزيشن، ثم هنعرف ازاي نجيب حاجه مهمه جدا اسمها inverse of a function. inverse of a function بعد كده هنشوف وضع الداله من حيث الاتصال وعدم الاتصال، نتكلم على الكونتينوس بتاع الداله. ثم بعد كده هنتكلم على خاصيه مهمه جدا اسمها البريودك فانكشن او الدوال التكراري. تعال في الاول نعرف يعني ايه فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ فانكشن زي ما قلنا فانكشن يعني رول، فانكشن يعني رول. الرول دي مجرد ما بديها انبوت تبدا الفانكشن دي تديني اوت. كمان معلومه مهمه جدا، لو في عندي اكتر من خارج لنفس الدخل، اكتر من خارج لنفس الدخل، بنطلق عليها 1 تو ميني، 1 تو ميني. ده معناه دي عباره عن رول نوت فانكشن، معناها ان انت لنفس الانبوت في اكتر من خارج. يعني ايه لنفس الانبوت في اكتر من خارج؟ يعني مثلا لو الفانكشن بتاعتي عامله كده، او الداله بتاعتي، او تعال نقول بشكل اوضح، لو الكيرف بتاع الداله عامل الشكل ده، فانا لو عاوز قيمه الداله وليكن عند الاربعه هطلع بالشكل ده. هتيجي تبص تلاقي عندك لنفس قيمة الأربعة في خارج هنا وفي خارج هنا وفي خارج هنا. دي بيطلق عليها one too many، يعني إيه؟ لكل input في أكتر من خارج. هنا ده مش function، دي عبارة عن rule. طيب نخلي بالنا من ال function يعني إيه. زي ما قلنا function ممكن تتكتب كده، وبيطلق عليها f of x بيساوي 2 x. يعني إيه؟ يعني ده ال argument بتاع الدال، او الفاريبل بتاع الدال، اف اوف اكس بيساوي 2 اكس. طبعا قلنا قبل كده ان الاكس دي بيطلق عليها الاندبندنت فاريبل، المتغير المستقل، والديبندنت فاريبل هي الاف اوف اكس او الواي، الاف اوف اكس او الواي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما بقول واي بتساوي 2 اكس، طبعا y دي اللي قلنا عليها f of x، f of x بيساوي 2x. طبعا واضح دلوقتي، اولا عاوز افهم يعني ايه physical meaning f of x بيساوي 2x، يعني given ان ده بارامتر معين، البارامتر ده اسمه x، يبقى الداله f depend على متغير اسمه x. يعني طالما x بتتغير فقيمه الداله f of x بتتغير على حسب العلاقه f of x بيساوي 2x. اكس ده بالنسبه لنا بيطلق عليه الاندبندنت فاريبل، والواي ده بيتقال عليه ديبندنت فاريبل. يبقى انا عندي اكس متغير مستقل والواي هو متغير الديبندنت، ودي الرول اللي بتحكم العلاقه. يعني ايه الرول؟ يعني مجرد ما ادي لك اكس تاخدها تضرب في 2 يدي لك مين؟ يدي لك الواي. دي العلاقه اللي بينهم، دي العلاقة. كمثال أو تطبيق على ده، أعطيني given f of x بيساوي 2x زائد 1، وطالب مني find f 3، f of 3. يعني أنا عندي relation f of x بيساوي 2x زائد 1، بضرب في 2 وبجمع 1، find f of 3، يعني هشيل كل x وأحط مكانها 3. إذا f في 3 بيساوي 2 في 3 زائد 1. 2 في 3 زائد 1 يديني 7. طب لو أنا عاوز f of minus 1، f of minus 1 أشيل كل x وأحط
ماينص واحد، يبقى 2 هشيل الاكس واحط ماينص 1 زائد 1 بيديني سالب 2 زائد 1 بسالب 1. طب لو انا محتاج اف اوف الفا، يعني هشيل كل اكس واحط الفا يديني 2 الفا زائد 1 زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا كنت طالب اف اوف تي بلس 1، يبقى اف اوف تي بلس 1 يبقى 2 وهشيل اكس واحط تي بلس 1 زائد 1 يديني 2 تي زائد 3. طبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا، انا مش فارق معايا ان الاف اكس بتساوي 2 اكس زائد 1، او لو قلت اف اوف تي بتساوي 2 تي زائد 1، هي نفس الفانكشن مع اختلاف الفاريبل او اختلاف الارجمنت، لكن الاثنين حاجه واحده. الفانكشن الرول بتاعتها ايه؟ بضرب في 2 واجمع 1، بضرب في 2 واجمع 1. خلاص انا اتكلمت على الارجمنت بتاعه الفانكشن، اتكلمت على الارجمنت بتاع الفانكشن وقلت الارجمنت بتاع الفانكشن يعني الانبوت بارامتر بتاع الدال، الانبوت بارامتر بتاع الدال. نقدر نبص على مجموعه امثله من ديها، هي تكرار الامثله اللي فاتت. طالب مني given y of t بتساوي t تربيع زائد t، write down هات لي y of t plus 2. خلاص هبدا اشيل كل t واحط مكانها t plus 2 واعوض، يبقى t plus 2 سكوير زائد t زائد 2 زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا قلت قبل كده عشان افهم الداله، احد طرق فهم الداله، من احد طرق فهم الدوال، ان انا بعمل ايه؟ برسم الداله، بعمل جراف للداله. يعني ايه جراف للداله؟ هروح احط الاندبندنت فاريبل، الاندبندنت فاريبل احطه على المحور الهوريزونتال، والفيرتيكال بتاعي بيبقى الواي، الواي او الاف اوف اكس، وابدا احط قيم للاكس وارسم الواي. طبعا المعادله اللي قدامي دي بيطلق عليها معادله لينير. ليه معادله لينير؟ لان اعلى باور، اعلى باور موجوده في المعادله هي اكس اس 1، وبالتالي دي معادله لينير. يعني ايه معادله لينير؟ يعني هتلاقيها بتمثل بخط مستقيم، تمثل بخط مستقيم. طبعا هنا وانا برسم الداله هتلاقي حضرتك مضطر ان تبص على ديفينيشن مهم جدا، هو خاص بالدومين والرينج. الدومين بنتكلم على كل القيم المتاحه للاندبندنت فاريبل. يعني مثلا لو انا بقول لحضرتك ان اف اوف اكس عباره عن 3 اكس زائد 1، واكس بتاعتي بتتحرك في الفتره من ناقص 5 لحد 10، يبقى القيم الالاود او القيم المسموح بيها ان اكس تاخدها هي من ناقص 5 لحد 10، وبالتالي الدومين بتاعي من ناقص 5 لحد 10. لو اخدت القيم دي عوضت بيها في الاف اوف اكس، القيم اللي هتطلع كلور باوند وابر باوند، يعني الرينج ده، وهو بالفعل الرينج اللي هو المدى اللي الواي فيه بتتحرك او المدى اللي الاف اوف اكس فيه بتتحرك، ده بيطلق عليه الدومين، عفوا الرينج. يبقى انا عندي كده مجموعه القيم، مجموعه القيم اللي يقدر ياخدها الاكس او المتاحه لاكس دي بيطلق عليها مين؟ الدومين. انما الرينج عباره عن مجموعه القيم اللي الواي اوف اكس بتاخدها عند التعويض بمين؟ عند التعويض بالدومين. طبعا واضح في الكلام ده، واكيد انتم بصيتوا على الكلام ده ازاي نرسم معادلات خطيه. دي شكل المعادله اف اوف اكس بتساوي 2 اكس، يعني لكل اكس القيمه بتاعته بتتضرب في 2، فلما كان اكس بواحد كان القيمه 2، لما كان اكس بسالب 2 كانت القيمه بسالب 4. تلاقي معادلة الخط بتاعك هو معادلة الخط المستقيم، معادلة الخط المستقيم اللي ظاهر في الصورة. طبعا في دوال كتير جدا، وفي برامج كتيرة جدا، وفي النهارده الجرافيكس كالكوليتور وتقدر ترسم بيها، وفي باكجز كتير ممكن ترسم بيها، من اشهرها برنامج اسمه الماتلاب. ده احد التطبيقات بتاعته او احد استخداماته، ممكن ارسم بيه دوال. لو حبيت ترسم الكلام ده داخل الماتلاب، جاست ان تكتب الكوماند ده، وده معناه ان انت هترسم على تي من 0 لحد ال 100 وماشي بستيب 1. يعني الكوماند ده عباره ان بيعمل عباره عن فيكتور، الفيكتور ده بيبدا من 0، القيمه الثانيه 1، القيمه الثانيه 2 و3 وهكذا لحد ال 100. وبعدين بقول له ارسم لي التي على المحور الهوريزونتال، وارسم التي سكوير على
الفيرتيكال. طبعا هنا الدوت اللي موجوده دي طبعا دي علامه الاس، الدوت اللي موجوده دي عشان يعمل ده ايليمنت وايز، يعني يضرب كل ايليمنت في نفسه ما يضربش عناصر بصفات. ده مثال تاني بسيط مطلوب منك ترسم اف اوف اكس بيساوي اكس سكوير. دي معادله نوت لينير، دي معادله من الدرجه الثانيه او سكند اوردر، معادله من الدرجه الثانيه. عشان ترسم معادله من الدرجه الثانيه دي لما تروح ترسمها سواء على الكالكوليتور او ترسمها على الماتلاب هيطلع السيستم بالشكل ده. عند 0 قيمه الداله ب 0، عند الواحد قيمه الداله ب1، عند 2 قيمه الداله ب4 لان انا باخد الانبوت واعمل له السكويرنج. عند الثلاثة قيمة الدالة بتسعة ويطلع الشكل اللي قدام حضرتك ده، وده شكل المفروض مميز لحضرتك، يعني مجرد ما اقول لك ارسم لي دالة اكس سكوير يطلع الشكل قدام حضرتك. والرول بتاعتك جيفن ان انت اعطيله اكس بيربع الاكس ويديك مين؟ ويديك الاكس سكوير. بعد كده هنتكلم على بعض الخصائص الخاصة ببعض المعادلات، يا ترى دي تنفع فانكشن ولا لا؟ اتفقنا ان الفانكشن دي الشرط الوحيد او الحالة الوحيدة اللي ما يطلقش على العلاقة على انها فانكشن، ان لانبوت معين او لمجموعه انبوت قصادها مجموعه من الاوت، يعني 1 2 ميني، يعني لانبوت اكس معين بيطلع لك اكتر من قيمه من الخارج. دي لا يطلق عليها فانكشن، دي لا يطلق عليها فانكشن. لو البروبرتي دي موجوده ده لا يطلق عليه فانكشن اللي هو 1 2 ميني. 1 2 ميني دي مثلا فانكشن عباره عن مثلا الجذر التربيعي، مثلا اف اكس بيساوي مثلا الجذر التربيعي الاكس. فانا لو قلت مثلا اف اوف 16 بيساوي الجذر التربيعي ال 16، هنا الجذر التربيعي ال 16 بلس اور ماينس 4، بلس اور ماينس 4. يبقى كده عند ال 16 هتلاقي الخارج بتاعك بلس اور ماينس 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك رحت رسمت الداله دي مثلا عند الحاله دي، اتفقنا يعني، اوديك بس الرسمه بتاعتها شكلها عامله ازاي. هنفترض ان ده 16، هتلاقي ان هنا قيمه 4 وهنا قيمه ماينس 4. يبقى انت النهارده عند 16، عند 16 في عندك قيمتين، القيمه بتاعتك يا اما 4 او ماينس 4. طب تعرف الكلام ده ازاي في اي داله من خلال الفيجر؟ يا ترى دي فانكشن ولا لا؟ والله هروح اعمل خط فيرتيكال في اي على اي رسمه، خط فيرتيكال. لو الخط الفيرتيكال قطع الرسمه في اكتر من نقطه يبقى الرسمه اللي قدام حضرتك دي نقطه فانكشن. نقطه فانكشن يعني ايه؟ يعني مثلا رسمه عامله كده او داله عامله بالشكل ده، طبعا دي اي خط فيرتيكال في اي وقت هتلاقيه بيقطع الكيرف في نقطه واحده. يبقى التيست بتاعنا او الاختبار ان دي 1 تو ميني او عاوز تعرف ان هي فانكشن اور نوت، اعمل فيرتيكال لاين وشوف قطع الرسمه بتاعتك في كام نقطه. لكن لو رسمه زي دي مثلا، لو رحت اخدت فيرتيكال لاين هتلاقيه قطع في نقطتين، وبالتالي دي نوت ا فانكشن. اما موضوع الميني تو 1، ميني تو 1 دي فانكشن، خد بالك من الاكسبريشن 1 تو ميني نقطه فانكشن. انما ميني تو 1 معناها ان انا عندي اكتر من نقط، اكتر من نقطه للاكس بتدي نفس الاوت، نفس الاوت. ودي حلها بسيط جدا، عشان تعرف الداله بالشكل ده ولا لا ميني تو 1 تقدر تعمل هوريزونتال لاين يقطع الفيجر بتاعك. لو قطع في اكتر من نقطه معناه ان اللي عندك اكتر من نقطه في الدخل في 1 اوت، يعني حاجه بالشكل ده. يعني مثلا عند اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 الداله بتاعتك واخده نفس الفاليوز، واخده نفس الفاليوز، واخده نفس الاوت. دي ميني تو 1 ودي فانكشن. هنبدا نتكلم على ديفينيشن تاني خاص بالداله. بنتكلم على نوع معين اسمه البارامتريك فانكشن. البارامتريك فانكشن احنا عارفين ان الداله بتاعتنا كانت واي اوف اكس بتساوي علاقه في الاكس، يعني الواي ديبند على الاكس فقط. دلوقتي في بعض الاحيان بيبقى الداله اكس كمان فانكشن في بارامتر تاني زي التي او الثيتا، مثلا تي اور ثيتا، والواي فانكشن في التي او الثيتا.
مطلوب منك تجيب العلاقة ما بين الـ X والـ Y أو ترسم العلاقة ما بين الـ X والـ Y. كمثال بسيط، يعني مثلا هذا الـ X دالة في T وهذا الـ Y دالة في T. فين الدالة نفسها؟ لسه ما شفتهاش. تعال نضرب مثال، X بتساوي T تربيع والـ Y بتساوي 2T على الفترة من T صفر لحد الخمسة. يبقى دلوقتي الـ X depend على variable T، يعني لما T بتتغير الـ X بتتغير، والواي ديبند على فاريبل اسمه تي، لما التي بتتغير الواي بتتغير، والكلام ده على الدومين ان التي بتاعتي من 0 ل 5. عاوز العلاقه او عاوز الفيجر، نعمل سكتش الفيجر بيربط ما بين الاكس والواي. طيب خلاص، انا عندي الاكس اوف تي عباره عن تي سكوير والواي اوف تي ب 2 تي. هبدا اعمل تيبل، التي بتاعتي بتتحرك في دومين من 0 لحد ال 5، هبدا اقول 0 1 2 3 4 5 وابدا احط تي اعوض بيها في الاكس. فلما اعوض بالتي عن الاكس اقول التي بيساوي 0، اذا الاكس بتساوي 0 والواي بتساوي 0. الواحد يبقى هربع الواحد وبضرب في 2 يبقى 2، هربع ل 2 يبقى 4 وضرب في 2 4، هربع ده يبقى 9 وهضرب ده يبقى 6، هربع ده يبقى 16 ودي 8 وده 10 وده 25. خلاص هبدا اقول والله انا مهتم بالعلاقه ما بين الاكس والواي، هبدا بقى اعمل الفيجر بتاعي ده الاكس وده الواي، واعمل سكتش ما بين العلاقه. والله صفر وصفر يبقى دي نقطه، لما كان اكس بواحد دي كانت باتنين مثلا، لما كان اكس باربعه دي كانت مش عارف باربعه، وابدا ارسم العلاقه ما بين الاكس والواي. عرفنا يعني ايه بارامتريك فانكشن. بارامتريك فانكشن اتفقنا ان الواي ديبند كانت ديبند على الاكس، لا دلوقتي الاكس ديبند على فاريبل اسمه تي والواي ديبند على فاريبل اسمه تي اور ثيتا، ومطلوب مني اجيب علاقه مباشره او ارسم العلاقه ما بين الاكس و. بعد كده هنتكلم على الكومبوزيشن اوف ا فانكشن، يعني بتحاول تجد تركيبه معينه للداله بتاعتك من مجموعه من الدوال. ايه علاقه الداله بتاعتك بدالتين ثلاثه؟ يعني بتحاول تبسط العلاقه بتاعتك او بتفكها الى مجموعه من الدوال. يعني مثلا لو قلت y اوف x بيساوي x سكوير، y اوف x بيساوي 2 x سكوير، العلاقه اللي شايفها قدامي دي اقدر ابص عليها بدل ما انها داله واحده y اوف x بيساوي 2 x سكوير، والله لا انا ممكن اقول ان انا لو داخل لي x فانا ممكن اقول في فانكشن اسمها g بتعمل سكوير للانبوت. طيب وفي فانكشن ثانيه بتاخد السكوير تضربه في 2 h. يبقى انا دلوقتي جبت العلاقه او فكيت الواي على انها دالتين، واحده جي وواحده اتش. جيفن ان انت اعطيله الارجومنت اكس، في داله هتاخد الاكس وتديني السكوير اللي هي داله جي، وداله ثانيه هتاخد الناتج بتاعك وتضربه في 2. ادي العلاقه بتاعه الواي اوف اكس. يعني الكلام ده يتكتب ازاي؟ يعني لو انا قلت انا عندي لو انا اتفقت ان الداله دي اسمها جي، الداله اللي بتربع، والداله اللي بتضرب في 2 اسمها اتش، فلو جيت اقول واي اوف اكس ب 2 اكس سكوير هعمل ايه؟ الاكس سكوير دي كانت بتيجي منين؟ من الداله جي. لو انا عاطي اكس فبتدي اكس سكوير، يبقى انا لو قلت له 2 في وشلت الاكس سكوير وخليتها جي اوف اكس، يبقى جي اوف اكس عباره عن ايه؟ لما بديله اكس بيديني اكس سكوير، يبقى كاني ما عملتش حاجه، شلت الاكس سكوير وحطيت الجي اوف اكس. طب لو انت عندك الناتج 2 جي اكس، مين الداله اللي بتاخد البارامتر؟ بس هنا البارامتر مش اكس، هنا البارامتر مين؟ جي اوف اكس وبتضربه في 2، يبقى هي الداله اتش، بس بدل ما كان البارامتر اكس يبقى البارامتر بتاعي جي اوف اكس. اوكي يا جماعه؟ تعال نشيك على الكلام ده بطريقه ثانيه. احنا وصلنا دلوقتي ان الواي اوف اكس عباره عن اتش اوف جي اوف اكس، يعني البارامتر بتاع الاتش هو عباره عن جي اوف اكس. تعال نشوف نتشيك بس او نعمل تيست، واي اوف 4 بكام؟ واي اوف 4 عباره عن 2 في 4 سكوير بتساوي 32. طب لو جبت بقى واي اوف 4 من هنا، واي اوف 4 بتساوي اتش اوف جي، وهشيل الاكس واحط كام؟ واحط 4. طب جي اوف 4 بكام؟ ادي الاتش زي ما هي، وجي اوف 4 هشيل اكس واحط 4، دي جي، جي اوف 4 بتساوي 4 تربيع اللي هي بكام؟ 16. طب واتش اوف 16 بكام؟ هروح ادور على داله الاتش اوف اكس،
اشيل اكس واحط 16 يديني 2 في 16 ب 32، هي نفس ال 32. يبقى عرفنا ازاي نجيب العلاقه او نبسط العلاقه بتاعه الداله الى مجموعه من الدوال المرتبطه ببعض. كمثال بسيط على الموضوع، بيديني اف اوف تي عباره عن 2 تي زائد 3 وجي اوف تي عباره عن تي زائد 1 على 2، وطالب مني اكسبريشن اف اوف جي اوف تي، وطالب كمان جي اوف اف اوف تي. طبعا اف اوف جي اوف تي هبدا اشيل بارامتر تي داخل الاف وابدا احط مكانه قيمه الداله جي اوف تي على طول، وبالتالي كل بارامتر تي هنا هبدا اشيله واحط مكانه تي بلس 1 زائد 2، تي بلس 1 على 2. يبقى اف اوف جي اوف تي عباره عن اف على تي زائد 1 على 2، وابدا اعوض بتي زائد 1 على 2 داخل الداله اف. طبعا الداله اف عباره عن 2 تي، يبقى 2 في البارامتر ده، يبقى 2 في تي زائد 1 على 2 زائد 3. اقدر اعمل نفس الكلام مع جي اوف اف اوف تي. الملاحظه اللي هنا ان الاف اوف جي اوف تي لا تساوي جي اوف اف اوف تي، الموضوع مش ابدالي خالص. اف اف اوف جي اوف تي لا تساوي جي اوف اف اوف تي. بعد كده هنتكلم على ازاي محاوله ايجاد الانفيرس اوف فانكشن. الانفيرس عشان اجيب الانفيرس، تعال يعني ايه الاول نعرف يعني ايه انفيرس. هنفترض ان انا عندي ده البارامتر اكس، اكس ده دخل على الفانكشن اف اداني اف اوف اكس. لو اف اوف اكس اللي هو الاوتبوت دخل على داله اسمها جي بقت جي اوف اف اوف اكس واداني اكس، كده اقدر افكر على ان الجي بتعمل عكس اللي الاف عملته. يبقى انت لو عندك انبوت وادالك قيمه اوت، لو حاجه اخذت الاوت ورجعت بيها تاني للانبوت، يبقى اقدر اقول ان جي في الوقت ده هي عباره عن انفيرس فانكشن اوف اكس. يعني ايه؟ يعني مثلا انا معايا 2، الاثنين ده لما عوضت بيه في الداله اف اديتني 7. لو لقيت داله بتاخد السبعه ترجعني الاثنين، او بتاخد كل قيمه للاكس، قيمه اكس اديتني الاوت، 2 اداني 7، 8 اداني 20، كل الجدول ده بتاع الانبوت وجدول الخارج، لو انا لقيت داله بتاخد الخارج دي او الاوتبوت دي وبترجع بيها للانبوت، فانا اقدر اقول ان الداله دي هي اف اوف ماينس 1. ده الانفيرس بتاع الداله، ده الانفيرس بتاع الداله. طب يا ترى اقدر اجيب الانفيرس بتاع الداله ازاي؟ وفي نفس الوقت ايه علاقته جرافيكالي، او ايه العلاقه بين اف اوف اكس والاف ماينس 1 اوف اكس على الكيرف؟ يعني اعطيني جيفن اف اوف اكس عباره عن 2 اكس زائد 1، وطالب مني فايند اف اوف ماينس 1 اوف اكس. عشان اجيب ده اول خطوه عندي خالص اف اوف اكس دي اللي هي الواي، هقول له واي بيساوي 2 اكس زائد 1. الخطوه الثانيه احاول اجيب الاكس علاقه في الواي. ازاي؟ هحل المعادله دي، هنقل الواحد هناك، يبقى واي ناقص 1 واقسم على 2، ده بيساوي مين؟ بيساوي الاكس. الخطوه رقم 3 هبدا ابدل كل اكس مكانها واي وكل واي مكانها اكس، واي بتساوي اكس ناقص 1 على 2، وهو ده انفيرس فانكشن اف ماينس 1 اوف اكس بيساوي اكس ناقص 1 على 2. دي الداله بتاعت الانفيرس. لو انا رحت دلوقتي بقى، مش احنا قلنا داله الانفيرس دي لو وصلت لها الخارج، فين الخارج؟ اللي هو 2 اكس زائد 1. لو خدت عوضت بيه في الداله يديني مين؟ يديني اكس. لو قلت له بقى اف اوف ماينس 1 اوف اف اوف اكس اللي هي بتساوي اف اوف ماينس 1 2 اكس زائد 1، ده الخارج، دخلته للداله اف اوف ماينس 1 المفروض يديني اكس. هبدا اشيل كل اكس هنا واحط مكانها 2 اكس زائد 1، يبقى 2 اكس زائد 1 ادي الاكس ناقص 1 على 2، دول مع بعض، و2 اكس على 2 يديني مين؟ يديني اكس. هو ده الديفينيشن بتاع الانفيرس انفيرس اوف ا فانكشن. يبقى عرفت يعني ايه انفيرس، وعرفت ازاي بجيبه، وعملت تيست دلوقتي على الكلام اللي قلت عليه. يتبقى ليا ايه العلاقه بين اف اوف اكس واف اوف ماينس 1 اوف اكس؟ لو انا عندي ده شكل المحاور بتاعتي، ورحت رسمت خط واي بيساوي اكس، طبعا ده خط مايل ب 45 درجه، او خط بيقسم الربع الاول والربع الثالث بالنص المنتصف. لو
دي الفانكشن اف اوف اكس. لو انت عاوز تجيب اف اوف ماينس 1 على الرسمه هتبقى هي عامله كده، ده الاف اوف ماينس 1 اوف اكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كان بالظبط الواي اوف اكس هو عباره عن الميرور او مرايه، وبعكس عليها واي اوف اف اوف اكس عشان يديني اف اوف ماينس 1. او لو عندك اف ماينس 1 اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب اف اوف اكس. دلوقتي هنتكلم على خاصيه مهمه جدا للدوال، وبنتكلم على وضع الداله من حيث الاتصال او عدم الاتصال. كلمه اتصال هنا بالفعل هي الاتصال اللي موجود على الرسمه. يعني ايه؟ يعني خط الرسم او الكيرف بتاعك متصل، مفيش فيه نقط مقطوعه للداله، او مفيش فيه بريك، او عدم اتصال، نقطه عدم اتصال. يعني لو لقيت قدامك رسمه والخط بتاعها متصل في كل الاحيان فالداله بتاعتك متصله، لكن لو لقيت فيه بريك عند نقطه معينه فالداله بتاعتي غير متصله. ده اتصال الدالة، والاتصال ده مهم جدا في موضوع التفاضل اللي هنشوفه بعد كده في محاضرات سابقة. يعني مثلا لو انا حبيت ارسم فانكشن، الفانكشن بتاعتي دي اسمها اف اوف اكس بيساوي 1 على اكس. لما تروح ترسم الدالة دي هتلاقي الدالة دي بالشكل ده، فانكشن اف اكس بيساوي 1 على اكس. طبعا كل ما الاكس زادت، الاكس ده في المقام، فكل ما انت بتتحرك في اكس في اتجاه الزيادة الموجبة هتلاقي ان القيمة بتاعتك بتقول في الاخر لما الاكس توصل لما لا نهاية هتقول ان الواي او قيمة الاف اكس بتقول الزيرو، يعني اكس بتزيد هتلاقي ان الدالة بتاعتك بتوصل للزيرو. كذلك الحال لما تكون الدالة بتاعتي بالنيجاتيف بتوصل للزيرو، ولما توصل عند الزيرو تلاقي واحد على زيرو بما لا نهاية فكمية غير معرفة. هنا النقطة دي او في النقطة عند اكس بيساوي صفر هنا بيحصل بريك او نقطة عدم اتصال، وبالتالي الدالة دي غير متصلة، الدالة دي غير متصلة. وده بشكل واضح لو الجراف بتاع الفانكشن بيحتوي على بريك فالدالة دي غير متصلة، لو الفانكشن بتاعتي الجراف بتاعها ملوش بريك فالدالة بتاعتي كونتينوس. في نوع من الدوال اسمه البيس وايز، بيس وايز كونتينوس. يعني ايه؟ يعني الداله معرفه باكتر من فانكشن او برانش، اكتر من برانش. يعني مثلا عند اكس عند تي من 0 ل 1 فقيمه الداله ب 2، ومن 1 ل 3 قيمه الداله معرفه بلاين. هنا الداله دي بيس وايز، بيس وايز كونتينوس. يعني ايه؟ يعني السيجمنت دي متصله والسيجمنت دي متصله، لكن الداله كلها اجمالا غير متصله، الداله دي كلها اجمالا غير متصله. مش كل الدوال البيس وايز هي دوال غير متصله، لا، هنشوف الكلام ده حالا. يعني مثلا داله عباره عن تو برانش، اف اوف تي بيساوي 2 امتى؟ لما كانت التي اكبر من 0 واقل من 1. يعني كان بتعامل مع انها فانكشن لوحدها، لما التي اكبر من 0 واقل من 1 كان الاف اوف تي بيساوي 2 قيمه ثابته، ولما التي كان اكبر من 1 واقل من 3 كان الاف اوف تي عباره عن تي. فلما تروح ترسم يبقى من 0 ل 1 هتلاقيك بتتكلم ان القيمه بتاعتك 2، وفي الفتره من 1 ل 3 معادله خط مستقيم ده اللي اترسم. نقطه عدم الاتصال دي جت منين رياضيا؟ جت من هنا، دي نقطه الواحد، النقطه اللي بيحصل عندها البرانش. عند الواحد قيمه الداله بكام؟ ب 2 من فوق، وعند الواحد قيمه الداله بكام هنا؟ عوض بتي يديك 1. هو ده اللي عمل البرانش، فالقيمتين مش تيبيكال. يعني عند الواحد قيمة الدالة باتنين من الجزء اللي فوق، وعند الواحد لما التي بواحد هنا عوض مكان التي بواحد يديك 1. يبقى من الدالة الأولى أعطيك 2 ومن تحت أعطيلك 1، وبالتالي ده اللي حصل في مين؟ دي اللي حصل في نقطة عدم الاتصال. لكن هنا لو بصينا للدالة دي هتلاقي إن الفترة من 0 ل 1، هذا من 0 ل 1، الدالة بتاعتي كانت باتنين دالة كونستنت، ثم من 1 ل 3 هتلاقي في خط مستقيم. هنا الوقت واضح من الرسمه ان النقطه ما فيش نقطه عدم اتصال، وبالتالي الداله دي على طول من خلال الرسمه اقدر اقول عليها كونتينوس. لكن من المعادلات بقى بص على النقطه اللي بتقسم الداله، عند الواحد الواحد قيمه الداله كام هنا؟ 2، وعند الواحد عوض بواحد يديك 2 في 1 برضه بكام؟ ب 2. وده اللي خلى النقطه دي تكون كونتينوس، وبالتالي الداله دي كونتينوس.
بعد كده بنتكلم على خاصيه مهمه جدا او نوعيه من الدوال اسمها البريودك فانكشن. والدوال البريودك هي الدوال التكراريه. يعني ايه دوال تكراريه؟ يعني في نمط معين من الداله، نمط او رسمه الداله بتتكرر على فترات زمنيه متلاحقه. يعني لما اجي ابص على رسمه الداله اقدر اقول الداله دي عباره مثلا عن وليكن مثلث وبيتكرر في فترات زمنيه. الفتره الزمنيه اللي انت بتتكلم عليها دي اسمها البريود. يعني يعني قيمه الداله اف اوف تي، قيمه الداله اف اوف تي عباره عن اف اوف تي بلس تي. مين التي هنا؟ التي هنا هو البريود، ودي تبان مع حضرتك من رسمه. يعني مثلا رسمه زي دي هتيجي تبص تلاقي رسمه زي دي السيستم بتاعك بتكرر. مين المثلث اللي بتكرر؟ مش المثلث اللي فوق واللي تحت، يعني اقدر اقول دي بتتكرر ودي بتتكرر، لا، الرسمه بتاعت الداله كلها، كل الرسمه دي المثلث اللي فوق واللي تحت هتلاقيه بيتكرر تاني على فترات زمنيه متلاحقه. يعني ايه؟ يعني مثلا ده مثلث، ادي نمط، ده نمط اتكرر تاني هنا ثم اتكرر تالت هنا. طب يا ترى التكرار ده على فترات ثابته؟ على فترات ثابته. قيمه الفتره الثابته دي كام؟ قيمه الفتره الثابته دي 2. هتلاقي عند الاثنين نفس المثلث بتكرر وعند الاثنين نفس المثلث بتكرر. لو لقيت الداله بالشكل ده، ده اسمها بريودك فانكشن. ده ويف مهمه جدا اسمها الصوتوس، اشبه باسنان المنشار. الصوتوس، والصوتوس دي زي ما انت شايف بالشكل ده، المثلث ده بيتكرر، نفس المثلث بيتكرر وعلى فترات زمنيه. قدر الفتره الزمنيه او البريود بتاعتي هي عباره عن 3. والصوتوس دي مشهوره جدا في الالكترونكس والكوميونيكيشن. المحاضرة بتاع النهاردة انتهت. اتمنى في ختام المحاضرة ان تكون محاضرة، طبعا محاضرة مش صعبة، محاضرة بسيطة جدا، دي عبارة عن مقدمة للقرص بتاع التفاضل والتكامل اللي ان شاء الله هنديه بوجهة نظر عشان نفهم يعني ايه physical meaning للمحتويات او الاشارات او المتغيرات. اتمنى ان كل حضراتكم استمتعتوا معنا بالمحاضرة. وفي الختام شكرا لحضراتكم، وربنا ينفع بينا وبيكم، وإن شاء الله بالتوفيق، ولو في أي لحظة أتمنى أن توصلني. شكرا، وكان معكم دكتور مصطفى الحسين.